البينة ما يبين فيه الشيء، فما يطلب اعتب الشهود أنك تملك الشيء الفلاني، أو اعتني مثلا بأوراق رسمية فواتير تضمن لك الشيء الفلاني، اشتري الشيء الفلاني، لا ما احتاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء صاحبها فادفع عليه، فقط مطلوب أن يعرفها، قل أنا وجدت شيء، إيش اللي ضاع منك أنت؟ قال أنا ضاع مني كذا كذا كذا، إذا الأوصاف منطبقة تفضل، ما أقول أقسم بالله أنها لك، ولا أقول أتي ببينة أن في شهود رأوك وأنت تشتري الشيء الفلاني أو تحمل الشيء الفلاني أو أنك تملك الشيء الفلاني أو أتني بأوراق، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تدفع له متى ما عرفها أو أتى بالأوصاف التي يعني متصل بها. نعم.